مشاهدينا الكرام، مساء الخير عليكم، مرحبا بكم في هذا العدد الجديد من برنامجكم الأسبوعي الثقافة والناس. الثقافة والناس اليوم بنكهة تاريخية، لأننا سنتحدث عن الأرشيف الجزائري المتواجد في خزائن فرنسا، في خزائن تركيا، في خزائن بعض الدول. حديث الثقافة والناس عن الأرشيف على خلفية دخول وزارة الثقافة ممثلة في المكتبة الوطنية الجزائرية وأيضا المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية، إناغ الأسبوع المنصرم في مزاد علني بتولوز الفرنسية لشراء أرشيف جزائري يعود إلى الفترة ما قبل الكولونيالية، القرن السادس عشر، الخامس عشر، والسابع عشر، وحتى القرن الثامن عشر أيضا والتاسع عشر. عملية مهمة، فازت الجزائر في هذا المزاد وجلبت كثير من الوثائق المهمة التي يجب أن نثمنها هنا في بلاطو الثقافة والناس. هذا الحديث أيضا سيقودنا للحديث عن الأرشيف الجزائري المتواجد هنا وهناك في مختلف الدول كما قلت. للحديث في هذا الموضوع يحضر معي اليوم مدير المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية إناغ، السيد حميد مسعودي، مرحبا بك. مساء الخير الأستاذ رشدي، ومساء الخير كل مشاهدي قناتكم. يحضر معي أيضا الكاتب والإعلامي علي ذراع، مرحبا بك. مرحبا بك، أهلا وسهلا بك. مدير المكتبة الوطنية الجزائرية ياسر عرفات، مرحبا بك. شكرا، أهلا بك. ويحضر معي أيضا الإعلامي فيصل ميطوي. الخير أستاذ، مرحبا بك وجميع الإخوة المشاهدين. مرحبا، بلا ما ننسى أكيد باقي بخالفة لرح يمتعنا برسوماته الساخرة. الحديث كما قلت عن المزاد العلني الذي دخلته الجزائر وفازت به في الأسبوع المنصرم. الحكاية سنسمعها على لسان حميد مسعودي قبل ياسر عرفات، تفضل. أهلا وسهلا. في الحقيقة في المدة الأخيرة هذه تقريبا 15 أو 20 يوم أخ جزائري مقيم في فرنسا اطلع في إحدى المواقع الإلكترونية على هذه القضية، البيع بالمزاد العلني لمجموعة من الوثائق والكتب التي كما تفضلتم تعود إلى القرن الخامس عشر والسادس عشر. اتصل بزميلي وصديقي كان ياسر مدير المكتبة الوطنية واطلعنا على هذا الموقع وسحبنا كل الكتب التي كانت موجودة في هذا الموقع الإلكتروني والمعروضة للبيع بالمزاد العلني في 31 من الشهر الفارط. تكلمنا مع علي وزير الثقافة في هذا الموضوع وأعطى من الوهلة الأولى موافقته لاقتناء هذه الكتب، لكن كانت فيها بعض الشروط اللي ما نقدروش حنا نقوموا بها، ولذا كان مفروض ننسق مع وزارة الخارجية قبل البيع بالمزاد العلني. كان مفروض توضع مبلغ ضمان تاع 5000 أورو وإحنا مش بإمكاننا نتنقلوا بهذا المبلغ كبير، فوزارة الخارجية مشكورة بالتنسيق مع وزارة الثقافة بطبيعة الحال أعطوا تعليمات للقنصلية تاعنا في تولوز التي قامت بواجبها وأكثر، ودخلنا في هذا المزاد العلني بعد ما تنقلنا لمقر هذا الكوميسار بليزور محافظ البيع بالمزاد العلني واطلعنا على الوثائق اللي تتجاوز 650 وثيقة، كانت 323 وثيقة مفهرسة ومجموعة أخرى سيتي ديلو مجموعة تاع كتب. ودفعنا قبل 24 ساعة من المزاد العلني المبلغ المطلوب اللي هو في آخر الأمر كان 4000 أورو نقدا عند هذا المحافظ بالمزاد العلني. ولغد من ذاك دخلنا في القاعة كنا نعتقد أن ما كاش يعني ناس تهتم بهذا الوثائق، وإذا به وجدنا القاعة تقريبا 30 أو 40 شخص دخلوا في منافسة شرسة معنا في المزاد العلني. فرنسيين سي محمد؟ نعم فرنسيين. فرنسيين ولكن أغلبهم أقدام سوداء أو يهود عاشوا في الجزائر ويعرفون الجزائر، كان اللي ولدوا في وهران، كان اللي ولدوا في الجزائر، كان اللي ولدوا في قسنطينة، يعني يعرفوا الجزائر ويعرفوا
تاريخ الجزائر. خلينا قضية مهمة انه يهتم اليهود والاقدام السوداء بمثل هذه المخطوطات والارشيف المتواجد في خزائن فرنسا. ربما جانا ياسر تعطينا خصوصية هذا الارشيف، وش طبيعته، ولماذا يهتم به اليهود والاقدام السوداء، وكيف نجحت الجزائر في اعادته الى الجزائر؟ نعم، نشكركم اولا على الاستضافة وعلى الاهتمام بهذا الموضوع الهام جدا، أو التراث الجزائري وما كتبه هو المستعمر، خاصة ضباطه يعني الذين احتلوا الجزائر حول الجزائر غداة أو بعد دخولهم احتلالهم البلد. يعني كل هذه الكتب اللي هي تقريبا غالبيتها كتب، ولكن كان هناك كذلك خرائط وصور نادرة حتى أنها غير موجودة في المكتبة الفرنسية. لان باش نكمل واش قال الاستاذ حميد، لان كان المنافسه اللي قالها الاستاذ حميد كانت منافسه كبيره، وما كناش نظنوا بلاحظ يكون هذاك المزاد الى درجه اننا نقتني كتاب ب 500 اورو او 1000 اورو. كان هناك ذاك الذي يزايدون عن طريق الانترنت يعني مباشره. ولما سالنا على هذا الذين كانوا يزايدون على الانترنت، هي هيئات رسميه فرنسيه. يعني كاين بعض الكتب اللي موجوده في القائمه غير موجوده في المكتبه الفرنسيه، لان غير محصيه وغير مفهرسه في المكتبه الفرنسيه، ومذكوره في الدليل انها غير موجوده في المكتبه الفرنسيه. لذلك تقريبا هذه الكتب القديمه يعني تقريبا بعضها كما قال يعني تالفت في 1666، ولكن غالبيتها الفت في بعد احتلال فرنسا الجزائر. يعني هي كل كتب تحكي على الجزائر من في المجال التاريخي، في المجال يعني الثقافي، حتى في المجال الزراعي، حتى في توزيع الجزائر يعني زراعيا كيف موجوده في غادة الاحتلال. يعني كل الكتب هذه هي وداروها ناس يعني مختصين ومهتمين بالامر على لاحتلال البلد. يعني وثائق يعني كانت كانها كوموندي، يعني تطلب من طرف الهيئات العسكريه الاحتلاليه باش يعرفوا اكثر هذا البلد من طرف مختصين في الانثروبولوجيا او مختصين في التاريخ او مختصين حتى في الجانب العسكري. يعني كل هذه الكتب كانت دقيقه ومباشره وتحكي على مدن بعينها وتحكي على مناطق بعينها. وهذا هذا هذا ان صح التعبير التراث الوطني لبعضه موجود كذلك في المكتبه الوطنيه. يعني من 600 كتاب التي اقتنيت في هذا المزاد العلني، يعني كان حوالي 100 كتاب موجود في المكتبه الوطنيه النسخ الاصليه لها. نعم، ولكن رغم ذلك يعني رغم ذلك اقتنينا يعني نسخ اخرى، لان هنا النسخ الموجوده في المكتبه الوطنيه في الرصيد المغاربي يعني تلقى نسخه او اكثر نسختين. يعني زدنا شرينا هذه النسخ اللي كانت محفوظه عند عائله، يعني ما كانتش يعني عائله يعني الملك لهذه الوثائق والذي عرضها للمزاد عائلة نعم عائلة فرنسية يعني ذات يعني تراث المفروض عفوا استاذ المفروض فك فيه اجراءات ادارية سنقوم بها الاسبوع القادم ان شاء الله، وعند استلام هذا الكتب وانتهاء الاجراءات اتفقنا انه يعطينا اين كانت هذه الكتب واين كانت مخزنه، يعطونا التاريخ الهستوريك تاعها، التاريخ تاعها كل اين كانت موجوده. من بين اكثر في القضيه لان واحد البريسيزيون، لان من الناحيه الفنيه في المكتبات الوطنيه لما تدخل الكتب المكتبه لازم نعرفوا مصدرها. مصدرها هذا للتاريخ، باش نعرفوا مصدر هذه الكتب كيفاش دخلت وغيرها. لان في المكتبه الوطنيه اقتناء الكتب كان عندنا دي سجلات كبيره من سنه، يعني من 1800 من انشاء المكتبه الوطنيه تحدد الكتاب هذا كيفاش تم اقتناؤه، هل عن طريق الهبه أو الشراء. لكن بالعوده الى هذا المزاد ياسر، يمكن الجزم انه جهه غير رسميه هي التي عرضت هذه الماده الارشيفيه جهه غير رسميه. نعم، جهه غير رسميه، ولكن اهتمت بها الجهات الرسميه. صحيح، في فرنسا يعني أكيد. يعني دليل على ذلك ان الكتاب كان معروض ب 20 اورو، نلقاو روحنا نشروه ب 200 اورو، لان كانت منافسه خاصه على اللايف. يعني نعود الى قضيه المنافسه التي كانت من طرف يهود ومن طرف الاقدام السوداء، قبل ان استوقف او ان اقف عند راي الاستاذ علي ذراع في هذه القضيه. كيف
تستقبلون مثل هذه المبادرات؟ أولا شكرا إليك ولكل الزملاء وتحية إلى كل المشاهدين. أعتقد أن عملية الأرشيف عملية أو الذاكرة الجماعية لأي مجتمع هي من بين أهم القضايا اللي يعيش بها المجتمع. مجتمع بدون ذاكرة وبدون خلفية تاريخية أعتقد أنه مجتمع ينقص من أهميته وينقص من طرحه لقضايا مستقبله يعني. فالإخوان أو المسؤولين اللي قاموا بالعملية لاقتناء هذا الجزء من الأرشيف الكبير جدا المتواجد في الخارج مشكورين جدا لهم قاموا مثل هذا لشراء هذا الأرشيف اللي هو جزء من الشخصية الوطنية الجزائرية. مثل ما تفضل الأستاذ قانا فرنسا كانت تحضر لاحتلال الجزائر من 1600 وهي تحضر لاحتلال الجزائر والجنرالات اللي كانوا على رأس القوات الفرنسية في وقت نابليون كانوا يحضروا لكيفية احتلال الجزائر. ليس 1830 هي العملية التقنية اللي تمت. عندنا كتب ألفت من طرف كلوزل وبيجو، كتب المؤلف تاعها كلوزل وبيجو يعني جنرالات يعني عسكريين يؤلفون كتب، ولكن الكتب هذه دقيقة في وصفية استعلامات العسكر. بالضبط هذا قصدي. فأنا حبيت نقول قبل ما تدخل في الحوار العام أننا نعرف بالشخصية الجزائرية من خلال هذا الكنز أو الكنوز الموجودة في مختلف الدول. الجزء الكبير هو مثلا في فرنسا وتركيا، ولكن فيه دول أخرى موجود فيها الأرشيف الجزائري. نتمنى من الصديقين او الاخوين الكريمين العزيزين عليها واللي نحترم كل احترام انهم يقوموا بمجهودات في هذا الاتجاه بالمشاركه مع المدير الارشيف الوطني سي شيخي انهم توضعوا برنامج كبير لكيفيه استرجاع هذه الشخصيه الوطنيه، لكيفيه استرجاع هذه الذاكره الجماعيه والفرديه للمجتمع الجزائري. المجتمع الجزائري عانى الامرين. عانى مع الاستعمار الفرنسي والغزوات اللي تمت حتى في وقت اسبانيا، حتى الغزوات الاسبانيه حتى يعني عانى المجتمع الجزائري كثير. ولكن الشبان الجزائريين المؤرخين الجزائريين المثقفين الجزائريين في حاجة إلى هذه الوثائق، في حاجة إلى الانطلاقة لكتابة تاريخنا الحقيقي. ما هي الجزائر بدون الأرشيف، بدون مراجع، بدون مراجع صادقة لا نستطيع كتابة التاريخ. ربما عملية المزاد العالمي الإعلاني بتولوز هي اللبنة في هذه الجدارية التي ترافع لها أستاذ علي ذراع. أنا سأعود إلى قضية المزاد العالي بتولوز مع فيصل مطاوي ربما، وأتوقف عند قضية الاهتمام الكبير لهذا المزاد العالي من طرف جهات غير جزائرية. أتحدث عن جهات رسمية فرنسية وجهات غير رسمية بين قوسين أقدام سوداء أو يهود. نعم رشدي والأستاذ علي ذراع محق في ذلك، ووزارة الثقافة والأستاذ حميد وياسر عرفات مشكورين على المجهود، لأن هذا المجهود يجب أن يتواصل. تعرف المشكلة هذا يطرح قضية الأرشيف بارتيكولي عند الخواص. كاين أرشيف مبعثر عالميا مش فقط في فرنسا، يخص الجزائر. موجود في أستراليا، موجود في أمريكا، موجود في كندا. يعني العمل الآن ربما يكون متواصل عن طريق السفارات والملحق الثقافي في السفارات له دورها في هذا الإطار لبحث عن الأرشيف. لأن تعرف أن فرنسا كم سلمت من أرشيف الجزائر؟ 2%. والكلام لوزير المجاهدين سيطيب زيتوني، تعرف أن منذ 62، وعندي هنا معلومات أحد الباحث جزائري، فرنسا أعطت الأوامر في 6 مارس 61 يعني قبل ليزاكور دي فيون، قبل اتفاق إفيون، طاو أمر باش يأخذوا كل الأرشيف. وأخذ كل الأرشيف بما فيه كما كان يتحدث الأستاذ قانا تاع القرن 16 و15. في فرنسا عطوه يسميوه لا سيري زاد، يعني قبل الفترة العربية والعثمانية، يعني من القرن 15 للكل، كل الأرشيف موجود في فرنسا. واللي وقف الأرشيف حتى هذه معلومة للمشاهدين، اللي وقف يعني استرجاع الأرشيف هو الرئيس فرانسوا ميتيران في 81، أعطى تعليمة مكتوبة قال من ابتداء من اليوم لن نسلم وثيقة للجزائر. وفرنسا يعني من 62 حتى الآن سلمت 3 مرات
تقريبا 500 صندوق تاع ارشيف، بينما ارشيف تاع يعني من القرن الخامس عشر اليوم موجود ومبعثر. طبعا هناك الارشيف العسكري، هناك الارشيف الاداري، هناك الارشيف الطبي، هناك الارشيف الزراعي، هناك الارشيف حتى تاع تقطيع الاراضي، حتى المسؤوليات موجود في فرنسا. والامر مطروح، تعرف الجزائر شكلت مجموعه عمل جروب دو ترافاي. سيد زيتوني كان في الصيف الماضي في فرنسا لهذا الامر، وكانه يبدو انه لم يجد اذن ساغيه. المجموعه دي شمعت 5 و6 مرات، ولكن لحد الان فرنسا ترفض استرجاع الارشيف. لماذا؟ لتقول سي دي ارشيف دو سوفرانتي، يعني ارشيف السياده، وبالتالي لن استرجع هذا، وبالتالي ندخل ربما في ليتيج ان كونتونسيون انترناسيونال. ولكن الضغط يجب ان يكون متواصل، ليس فقط من وزاره الثقافه، بل من رئاسه الحكومه ورئاسه الجمهوريه ووزاره الخارجيه، لان الارشيف يحفظ الذاكره. اذا كنت مخلى عندك ارشيف يعني مش من الفائده. فيصل، انت تحدثت عن 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 سياسه واضحه من طرف الجهه الفرنسيه خصوصا من اجل الحفاظ على هذا الارشيف وعدم منحه للجزائر. الاستاذ علي ذراع ايضا طالب ببرنامج من طرف الدولة الجزائرية لاستعادة مثل هذا الأرشيف. أستاذ حميد تحدث عن الصدفة في هذا المزاد العلني، لأنه في واحد تكلم مع سياسة عرفات وقال له باللي كاين مزاد علني في الجهة الفلانية. هل يوجد برنامج حقيقي من طرف، ربما لا أحملكما فوق طاقتكما، لكن من طرف الجهات الرسمية الجزائرية في استعادة هذا الأرشيف؟ والله اعتقادي، لأن كما تفضل زميلي فيصل، فيه إرادة لاسترجاع الأرشيف الجزائري الموجود ليس في فرنسا فقط، وإنما في بلدان أخرى كتركيا، كالمغرب، مصر. ونظن، وأنا متأكد من هذا، أن السلطات السياسية تعمل جاهدة لاسترجاع هذا الأرشيف الموجود خارج الوطن. فيما يخص العملية هذه، كاين رسائل خطية 1836 مكتوبة خطيا من ضباط فرنسيين الذين دخلوا الجزائر، يراصدوا في القيادة الفرنسية عن المقاومة التي يتلقونها في الجزائر. يعني رسائل تقريبا 10 أو 15 رسالة، تصور وصلت 500 يورو. كاين ناس حبوا ياخذوا الرسائل الخطيه هذه، يعني ناديه، قيمه تاريخيه. هذه يعني دليل انه كانت فيه مقاومه، انه فرنسا لم تدخل بسهوله للارض الجزائريه. ما طاوناش الاستقلال. الاستقلال جبناه، واللي يظن انه فرنسا عطتنا الاستقلال ما عليه الا يرجع للتاريخ. وما كتب عن الجزائر، فيه كتاب حول الأمير عبد القادر مكتوب من طرف جنرال فرنسي من جزئين، تصور وصل 1500 يورو. فيه أقدام سوداء، فيه يهود حبوا يأخذوا الكتاب هذا، ولكن احنا كانت عندنا تعليمات أنه مهما كان الثمن لازم نشري الكتب هذه. والناس اللي يظنوا، ربما أكرر، أنه فرنسا عطتنا الاستقلال ما عليهم إلا يرجعوا لهذا التاريخ ويطلعوا على تاريخ الجزائر. طيب، سؤال تقني يا سيد حميد، أنت قلت بلي كتاب تاع الأمير عبد القادر استقام 1500 يورو، العملية ككل شحال استقامت؟ قامت العملية ككل 94 ألف يورو، يعني تقريبا مليار وشي حاجة. خليني نقرب لك الفكرة، نص سيارة أودي. يعني راك تقول باللي القضية ما كلفتش الجزائر حجم قيمتها التاريخية وقيمتها مليار سنتيم لهذا الكتب النادرة، الوثائق النادرة، مليار سنتيم. اعتقادي شيء بسيط، وبسيط جدا. جميل. سي ياسر قانا، انت تدير المكتبة الوطنية وتعرف حجم الأرشيف الموجود في هذه المكتبة، هذه العملية تحس بلي قيمة مضافة للأرشيف الجزائري الموجود في المكتبة الوطنية؟ نضيف واش قال الأستاذ حميدو، كان دي لاتر مانيسكريت هنايا داتي يعني مؤرخة في 27 فيفري 1830، يعني قبيل الاحتلال. قبل الاحتلال كتبها البارون دولازون أوريلاك. يعني كان في الوقت هذا قبل يعني الاحتلال، كان ديجا هناك يعني تراث جزائري يعني قدرنا نتحصلوا عليه. هذه المجموعات التراثيه اللي قدرنا نحصلوا عليها، اللي راح تضاف للمجموعه التراثيه الموجوده في المكتبه الوطنيه، يعني المخطوطات والكتب النادره، هذه تعتبر من الكتب النادره اللي راح تضاف للمخزون او المجموعات المكتبيه الموجوده في المكتبه الوطنيه.
قيمتها اذكر الاستاذ يعني حميدو مليار سنتيم يعني بالاورو يعني لا شيء لا شيء، ولكن قيمتها العلميه والتاريخيه لا تقدر بثمن، لا تقدر بثمن، خاصه اذا درست وتم الباحث يعني هنا راح نبحث نفتحوها للباحثين لدراستها واعطينا واستخراج يعني الكنوز اللي موجود في هذه التراث اللي قدرنا نقتنيه عن طريق المزاد العانيلي كما قلت انت بالصدفه. انا نظن السلطات العموميه والجزائر طالبت عده مرات يعني باسترجاع التراث الوطني واسترجاع الارشيف الوطني، ولكن ما كاش استجابه وما كا حتى واحد يقدر يعطيك يعني كنوز محفوظه عنده ويعطيها لك يعني ببلاش، لولا يعني لو كان بضغط سياسي او ضغط اخر اللي تقدر تحصل هذا الارشيف الوطني الموجود في الدول الاخرى، يعني كل نظن انا كل ارشيف يتحصلنا عليه تاع 2% ممكن بضغط سياسي يعني ما يعطيهوش هذاك يعني سبعينيات. نعم سبعينيات ثمانينيات فقط. استاذ علي ذراع يعني القضيه هنايا نلومو ما نقولوش نلومو يعني من المسؤول، الجهه الفرنسيه خصوصا او الجهه الجزائريه انها قصرت في عدم استرجاع هذا الارشيف، ولماذا يرفض الفرنسيون اعاده الارشيف الجزائري؟ انا الفرنسيين ما نلومش عليهم كثير يعني هو من حقهم، هذو مستعمرين الدوله مستعمره قامت فماهوش بالسهوله بمكان اني نروح نطالبها الان في استرجاع شخصيتي الوطنيه، ولكن الجزائر مستقله ذاكرتها الجماعيه وذاكرتها الافراد والاشخاص لابد من استرجاعهم باي ثمن. الان اشتروا الاخوان راحوا اشتروا جزء من هذه الذاكره وهذا جميل جدا على السلطات الجزائريه وفي كل الاختصاصات حسب رايي وفي كل المجالات ان تقوم يا بشراء يا بالضغط يا باستعمال وسائل لاسترجاع هذا الارشيف. ارشيف كبير جدا. نعطيك مثال. الارشيف تاع حجاك ليزيغو برك تاع العاصمه وتاع المدن الكبرى حتى تسترجعوا. الارشيف تاع التليفونات، الارشيف تاع قول لي عليه تاع لي دومان تاع الاملاك العموميه فكل هذه الانواع من الارشيف كيفيه التعامل معه، وهذا كل الوزارات ما نحملش مسؤوليه فقط لوزاره الثقافه ولا كل الوزارات المفروض عليها معنيه انها تتحرك، معناه ان الدوله المركزيه الجزائريه بكل المؤسسات تاعها تتحرك في اتجاه واحد من اجل استرجاع شخصيتنا الوطنيه وذاكرتنا الجماعيه. الدوله الجزائريه راح نروح لموضوع واحد اخر ممكن في الى مازال الوقت شويه راح نتكلم عليه في عجاله. موضوع الجرائم النوويه في في في, في الجنوب. احنا احتفلنا منذ يومين منذ اول افريل فرنسا فجرت القنبله النوويه في رقان اللي سمتها الجربوع الابيض الازرق الابيض وبعدين الازرق او الازرق الاول وبعدين الابيض لو 1 افريل الجربوع الابيض والجربوع في 13 فيفري الجربوع الازرق. هاد انواع 40 تجربه نوويه في الصحراء اللي مازالوا الناس في الصحراء يعانيوا منها الامرين لحد الان. كيفاش حتى الستينات حتى 66 وفرنسا تستعمل في التجارب هذه؟ كيفاش نسترجع؟ والان بعض الضباط في فرنسا مستعدين يشهدوا مستعدين يكتبوا وفيه ارشيف كبير فيما يخص هذه العمليات الحربيه اللي كانت في فرنسا تستعمل فيها النابالم تستعمل فيها. علينا ان نضغط ضغط سياسي ضغط للمثقفين انا نشكروا لي زانتيليكتير عندما رول المؤرخين كذلك والمؤرخين ندور مع المؤسسات فيه شقين انا معذره استاذ ذراع فيه شقين فيه شق سياسي كما تفضل به الاستاذ ذراع وفيه شق تجاري. احنا كل ما يخص البيع بالمزاد العلني سواء في فرنسا او ببلدان اخرى نعدكم واوعد الحريدين أن سندخل المزاد ونسترجع أرشيفنا، بينما الأشياء الأخرى الغير موجودة في هذا الميدان ليس باستطاعتنا نحن كممثلين وزارة الثقافة أن نضغط أو كذا مع السياسيين إلا الضغط لاسترجاع أرشيفنا، ولكن كل ما هو معروض للبيع بالمزاد العلني سواء في فرنسا أو بلدان أخرى سيسترجع لا الضغط رشدي استاذ حميدو الضغط موجود
يعني تعرف ان رئيس فرانسوا هولاند عندما زار الجزائر في 2012 منذ ذلك الفترة وعاد ما يسمى بالجروب ميكس يعني المجموعة المشتركة الجزائرية الفرنسية. السفارة الفرنسية سلمت بعض الوريقات من الأرشيف الدبلوماسي في جويلية 2016. منذ ذلك الحين توقف الأمر عن الحديث عن موضوع الأرشيف، ربما يكون أكثر من ضغط. نعتقد أن الدولة الجزائرية دولة كدولة بمؤرخيها ومثقفيها وجامعاتها وإعلامها، غير ذلك موضوع الأرشيف غير وارد في الإعلام يا رشدي، نادرا أن نتطرق لهذا الموضوع، وأنت مشكور على تخصيص الحصة لهذا الموضوع. بالتالي الضغط يكون بطرق كثيرة، مش فقط بالضغط السياسي، يعني عن طريق الجامعات المثقفة. أن المؤرخين الجزائريين نادرا أسمع أن مؤرخ جزائري يتحدث عن الأرشيف، ربما يقول لك المؤرخ الجزائري يكتفي أنه يروح لفرنسا ويدخل الأرشيف الجزائري الموجود فرنسا، ويقول لك الأمر متاح علاش ومنديه بسجل الجزائر. يعطيك الصحة، الموضوع هذا طرح في 2012 عندما مرت 50 سنة على الاستقلال وفتح الأرشيف إلى غير ذلك، ومر الأمر كأنه عادي جدا. تعرف أنا مثلا في لوشات، هذا لوشات يعني سي لو سيرفيس هيستوريك دو لارمي دو تير، يعني هو المركز التاريخي لجيش الأرض أو الجيش المشاة، في حوالي 5000 صندوق صندوق يعني يخص الجزائر. المركز المؤسسة السينمائية للجيش الفرنسي فيها حوالي 100 ألف صورة تخص السمع البصري. السمع البصري لا. يعني لأن أرشيف مشعب متشعب. والأستاذ علي تكلم على موضوع التجارب النووية، تعرف أن الجزائر ربطت موضوع الأرشيف، وهذا تصريح للوزير الوزير المجاهدين، قال أن الجزائر طرحت ملفين وهم ملفين حساسين يعني في موضوع العلاقات يخص بالتاريخ، التفجيرات النووية وموضوع المفقودين. مفقودين تاع الثورة، تعرف أن كان بعض المفقودين لحد الآن ما نعرفوهمش وين راهم، يعني تاع المجاهدين الله يرحمهم، وبالتالي فرنسا ترفض فتح هذا الملف، خاصة ملف التفجيرات النووية. والسيد الزيتوني يقول أن ملف الأرشيف مرتبط بهذا الأمر، ومؤخرا أيضا طرحت قضية رؤوس الشهداء الجزائريين المتواجدة في مثلا مطروح الموضوع حتى موضوع آخر رشدي، موضوع حتى نذكر المشاهدين مدفع بابا مرزوق. طبعا الموضوع مطروح منذ سنوات، 2009 صارت عليه حكايه طويله وكبيره، وفي النهايه ظهر فشوش القضيه. يعني لا لا، حتى الموضوع لان البكر كان هناك في الاتفاقيه الدوليه، اتفاقيه يونسكو المرتفعه بليبيان كولتورال، هذا موضوع اخر يعني موضوع استرجاع، حتى فرنسا نهبت مش ادت الارشيف، نهبت يعني. حتى ليبيان كولتورال يعني بعض الاشياء المرتبطه بالثقافه من القصبه من يونسكو تسمح بذلك، وزاره الثقافه بمطالبه بوضع الباتريمون يعني ما يسمى بالتراث غير ذلك، ولكن الامر يتطلب مبادره الجميع. صحيح. حتى نعود فيصل الى قضيه الكتاب والارشيف المطبوع او المخطوط، جانا ياسر، المكتبه الوطنيه هل هي مفتوحة للمؤرخين الجزائريين وغير الجزائريين؟ ما هي قيمة الأرشيف الحقيقية في المكتبة الوطنية؟ هل هناك أرشيف حساس في المكتبة الوطنية يتعلق بتاريخ الجزائر؟ المكتبة الوطنية عندها مجموعات تراثية تحافظ عليها منذ سنوات، ومن بين المهام الأساسية أعطيتنا فرصة يعني هنا المكتبة الوطنية هي محافظة على التراث، أهم مهمة أساسية التي ممكن في السنوات الأخيرة لم تهتم بها كثيرا، وأصبحت المكتبة الوطنية كأنها منتدى ثقافي. هي عكس، هي المكتبة تحافظ على المجموعات التراثية الموجودة فيها، كان المخطوطات وكان الرصيد المغاربي. هذا الرصيد المغاربي هو نفس الكتب اللي موجودة يعني اللي تم اقتناعها، يسمى الرصيد المغاربي، هي كل الكتب التي تكلمت على الجزائر وعلى تونس وعلى المغرب، ويجوها الباحثين من كل دول المغرب العربي، ومعروف هذا الرصيد الجزائري الموجود في المكتبة الوطنية الجزائرية. لكن هل هناك سهولة الوصول إلى هذا المخطوط؟ نعم، كيف السهولة؟ يعني مفتوح للباحثين، كل باحث المكتبة الوطنية مفتوحة للباحثين والدارسين، واللي عنده بحث معين يثبت أنه باحث وأنه أستاذ جامعي أو أنه غيرها يتقدم المكتبة الوطنية. هل هناك مخطوطات نادرة ممنوعة على الجمهور العريض؟ ممنوعة حتى على المؤرخين الغير المختصين؟ من بين المجموعات التراثية اللي تحافظ عليها المكتبة هي المخطوطات. المخطوطات عندنا حوالي أكثر من 5000 مخطوط منذ يعني القرن الأول الهجري إلى الآن. هذه المخطوطات مفتوحة للباحثين، والباحث لازم يثبت بأنه جاي يبحث في موضوع معين، سواء عنده رسالة من الجامعة أو أمر يعني ماهوش مفتوح لكل مش مفتوح للجمهور العريض. نعم. يعني لازم اولا ينخرط في المكتبه الوطنيه، تكون عنده بطاقه باحث ويبين بانه هو باحث وبانه عنده شهادات اللي تؤهله باش نعطوا له نفتحوا له هذا المخزن
تاع المخطوطات الجزائريه او حتى الكتب النادره او حتى الدوريات. عندنا 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 في المكتبه الوطنيه يعني الدوريات من بين اهم الدوريات في المكتبات العربيه موجوده في المكتبه الجزائريه، لان الجزائر المكتبه الجزائريه تعتبر من اقدم المكتبات العربيه في الوطن العربي. هل هناك تواصل؟ هل هناك تواصل؟ يعني تأسست تأسيس المكتب الوطني هي 1835، يعني لما دخلت فرنسا لقات مكتبة الداي موجودة، بعض المخطوطات وبعض اللي كانت موجودة في وبعض خاصة الكتب الدينية وغيرها من هذاك من تاريخ 1800. لكن يعلم الجميع كما قال فيصل المطاوي انه قبل الاستقلال باشهر قليله تم نقل الكثير من الارشيف الجزائري، خصوصا المخطوطات النادره والمخطوطات الحساسه الى فرنسا ووضعها في المخازن الفرنسيه. شفت بعض المخطوطات رشدي، بعض المخطوطات وهنا هذا عمل تقوم به المكتبه الوطنيه موجوده في جنوب الجزائر، لان احنا ننساو الموضوع هذا. هناك في طمنطيط انا زرتها في اضرار، هناك خزانه مخطوطات تعود الى يعني حتى قبل حتى ربما نفكر في هذا الامر، لان حمايه المخطوطات امر هام. انا افهم وزاره المكتبه الوطنيه عندما ربما تحاول ان تقيد الوصول للمخطوطات، لان تعرف ما حدث مثلا في تومبوكتو في مالي وهي من اكبر الخزانات العالميه، حرقت ونوبت المخطوطات وذهبت الى اوروبا، لان ما يسمى بداعش في المنطقه العربيه يقوم بهذا العمل. صحيح. يعني يسرق المخطوطات، يسرق يعني نعم التراث ويعني ويبعثه ويبيعه في السوق السوداء. وبالتالي في موضوع الارشيف موضوع هام جدا، محافظ على المخطوطات ربما يجب، اعتقد هذا اقتراح، نفكر مثلا في مركز افريقي المخطوطات الموجود مثلا في جنوب الجزائر، لان هناك مخطوطات مبعثره. هناك انا تكلمت مع المحافظ على مخطوطات تمنطيط في اضرار وقال لي كاين بعض الاشخاص، بعض العائلات عندها المخطوطات ثمينه جدا ولكن ما تحبش تمدها، تقول لك مدها تضيع. وبالتالي احنا نفكر كيف نقنع الناس باش نسترجعوا هذه المخطوطات. سياق مبدا الحمايه كنا معليش باش نفصلوا هنا كنت مع الاستاذ حميدو نشوفوا ما هو اغلى كتاب. يختنا اختينا كتاب 3000 اورو. هذا الكتاب تاع 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 معروف الكتاب تاع برجر، كتاب حول تاريخ الجزائر القديم وليموني متوحى، وكتاب يعني فوليمينو يعني وهو نادر جدا في المكتبه الوطنيه، لقيناه مفقود لان الـ 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 هنا درنا بحث بعد ما جانا هذه القوائم كتب، درنا بحث في المكتبه الوطنيه لقيناه حوالي 70 كتاب موجود في الريجيست تاع يعني المكتبه الوطنيه في 1860 و70 وغيرها، يعني موجود ولكنه غير مونك، يعني موجود في الوثائق لكن غير موجود في المكتبه. لا كان موجود في رصيد المكتبه ثم فقد. يعني بين الكتب اللي عاودنا اقتنيت يعني من جديد هذا الكتاب المهم جدا، وهذا دليل بان الكتب كانت موجوده في المكتبه وخرجت، يعني خرجت سرقت بدليل يعني يعني مادي وموجود. سي رشدي باش نعطيك فكره على قيمة هذه الوثائق، لا ميزا بري يعني التثمين الأولي كان 18000 أورو، من 18000 أورو صعد 94000 أورو. هذا دليل على كاين ناس مهتمين بهذا الكتب ونفسونا منافسة قوية، وباش تنتقل من 18000 أورو ل 94000 أورو مبلغ يعني فرق شاسع. ولكن رغم هذا أنا كانت عندنا تعليمات قبل ما نتلقى إلى تولوز لاقتناء هذا الأرشيف مهما كان الثمن. في الجزئية هذه سي حميدو أنت قلت باللي كاين ناس مهتمين وطلعوا الرقم حتى 94000 يورو، أكيد تبادلتوا معهم أطراف الحديث، على أي أساس حسيتوا الاهتمام تاعهم بهذا الأرشيف؟ والله لما تشوف يعني المنافسة اللي كانت في المزاد، الكتاب يبدأ ب 40 يورو ويوصل ل 500 يورو، في اهتمام من الناس هذو. مثلا نرجع على كتاب الامير عبد القادر من جزئين كتبوا احد الجنرالات الفرنسيين ما نتذكرش اسمه، لا ميزا بري سيتي 100 يورو، طلع 1500 يورو لانه غير موجود في المكتبه الفرنسيه، حبوا يقتنوه مهما كان الثمن. ولكن أنا نرجع ونقول إن كانت عندنا تعليمات أنه نسترجع هذا الجزء من الأرشيف مهما كان الثمن، وكانت متابعة للصراحة وشهادة متابعة يومية من دولة الرئيس الأول ومعالي وزير الثقافة ومعالي وزير الشؤون الخارجية،
بالاتصال مع القنصلية اللي وقفوا معنا القنصلية وسهلوا لنا المهمة في المجال العلني. كان معنا نائب القنصل تاعنا في 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 تولوز، حتى ما ضيع حتى وثيقة، وما ضاعتنا حتى وثيقة، كل وثائق ما عدا ملصقة ينافيش راجعة ل 1930 اللي معرض أقيم في مارسي، ما عندهاش قيمة تاريخية، حتى لم تباع، يعني ما كانش عليها طلب ولم تباع. وكان فيه امتي تابلو يخص قناة السويس، يا ريت كانوا الإخوة المصريين هناك واشتروها، كذلك لم تباع. أما البقية خذنا كل ما هو كان معروض للبيع في المزاد العلني. الحديث عن الإخوة المصريين أستاذ علي ذراع، الأرشيف الجزائري أيضا موجود في مصر، موجود كما قلت في تركيا، موجود في تونس، في المغرب، في الولايات المتحدة، في كثير من الدول. كثير من الدول موجود أرشيف الجزائر، موجود في كثير من الدول، تقريبا أغلب الدول العالم، إلا وكاين جزء وين كانت العلاقات الموجودة قبل الاستعمار. العلاقات الجزائرية كانت مع الولايات المتحدة علاقات كبيرة، وكان هناك أرشيف كبير، كان علاقات مع بعض الدول العربية، حتى ما نعممش يعني، ولكن أغلب الدول العربية كانت عندنا علاقات. خلينا نخصوا في قضية مصر مثلا. مصر دولة كبيرة جدا، وكانت عندها علاقات مع الجزائر، علاقات قوية وعلاقات قوية جدا قبل قبل صحيح. قبل الاستعمار، لان كان الممر نتاع المسلمين لما يمروا للجزائر مروا عن طريق القاهره، والفراعنه مروا يعني من وقت قديم كانوا يمروا للجزائر. فالارشيف في مصر ارشيف كبير من قديم الزمان، لكن الارشيف الكبير هو نتاع ايام الثوره التحريريه. مصر لعبت دور كبير، وكانت القياده الجزائريه تمجدت وتمركزت في القاهره مده طويله، فهناك نوع خاص من الارشيف موجود في القاهره. القاهره لعبت دور في الثوره التحريريه، فتح الديب هذا المسؤول معروف انت عارف عليه، مدير المخابرات المصريه ايام جمال عبد الناصر. كان تقريبا يعرف كل القيادات، ويعرف حتى واش ياكلوا واش يشربوا وكيف يتحركوا، وكان يسجل كل القضايا هذه. مصر وسوريا فيما يخص الارشيف العربي الجزائري، يعني القضايا العربيه، السلاح، نوع السلاح، كيفيه تنقل الاشخاص، علاقاتهم كذا، سوريا مهمه كذلك مثل مصر. سوريا كان الامير عبد القادر سكن فيها وكون مجموعه الجزائريه في سوريا، حيث ان قبل اثناء الاحتلال، حيث ان موجوده جاليه كبيره من الناس اللي تبعوا الامير عبد القادر والمقراني وكذا. تروح انا مثال بسيط نعطيك، عندها 3 سنوات ولا 4 سنوات كنت في زياره الى سوريا، وتلاقيت واحد في السفاره يتكلم معي بالقبيليه، يقول لي انا عندي 200 سنه تقريبا، هنا 150 سنه في سوريا. قلت له كيف تحافظوا على القبيليه، تكلم القبيليه وانت قال لي انا جزائري سوري وما زلت نحافظ على القبيليه البربريه تاعي وانا افتخر بها. شوف يعني فيه في السفارة يقول لي السفير أكثر من 200,000 عنوان موجودة في المكتبة الوطنية السورية، أكثر من 200,000 عنوان اللي تكلم عن العلاقات الجزائرية السورية أو تاريخ الجزائر السوري أو يعني فيه. فأزيد كل تشوف العراق، تمشي للسعودية، القيادات الإسلامية اللي مرت على السعودية، سواء الإمام عبد الحميد بن باديس أو الإبراهيمي، كانوا مروا كذلك للحجاز، وكانت هناك علاقات بيننا وبين الحجاز كبيرة. لكن الأستاذ علي ذراع، المادة الأرشيفية الأكبر من الشرق هي في المستعمرة العثمانية القديمة تركيا. فيصل الميطاوي، ما هي الإجراءات اللي ربما تعثر عليها ذاكرتك المتعلقه بالتعاون الجزائري التركي في استعاده الارشيف؟ يعني بالمناسبه التعاون الجزائري التركي ممتاز في موضوع الارشيف، وتركيا يعني حتى للامانه قامت بالكثير من الاجراءات، طبعا بالتنسيق مع السلطات الجزائريه في يعني استرجاع طبعا يعني الارشيف موجود عندها. بالنسبه للدول العربيه يعني حتى بتاع قوسين 12 دوله عربيه اعطت الارشيف للجزائر، يعني بطلب منها، يعني مش من الجزائر، لان تعرف موضوع الارشيف يا رشدي موضوع حساس بعض الشيء، لان بعض الارشيف الاتفاقيه الدوليه يوضع
ارشيف دو سوفرانتي، يعني ارشيف تاع السياده، وهنا الدوله من حقها ما تمتش الارشيف. كاين ارشيف اخر طبعا، ارشيف حتى تعرف بنا مثلا في فرنسا قبل ان نعود للعهد العثماني، الملفات الطبيه المتعلقه بالارشيف ممنوع الوصول اليها بعد 150 سنه. احنا حتى يموت الناس وما تكونش مواضيع، لان موضوع حساس هذا الموضوع تاع هذه الجزئيه فقط. بالنسبه للارشيف العثماني طبعا الكثير من الارشيف استرجع من قبل الجزائر. السيد عبد المجيد الشيخي هو مدير المركز الوطني للارشيف، زار عده مرات تركيا، وانا كنت تحدثت مع المسؤولين من الارشيف التركي، هم قالوا هم على استعداد يسترجعوا، لانه الارشيف العثماني او المرتبط بالفتره اللي كانوا موجودين فيها متشعب كذلك، لانه كاين موضوع بالاراضي، موضوع المدن، موضوع الهندسه المعماريه، موضوع الزراعه، موضوع البنيان، يعني بالتالي فهناك عمل بالنسبه لتركيا، هناك عمل متواصل مع مع تركيا لاسترجاع الارشيف، ولكنها لم يسترجع تماما، يعني مثلا 15-20% فقط. تعرفي اذا سمحت لي برك موضوع شوف في الكاداستر برك، شوف جماعه الكاداستر هذو مسح الاراضي، يعني نعانيو احنا في الجزائر من اكبر مشكل في تنميتنا، هو مشكل هذا مسح الاراضي او الكذا الكاداستر. الكاداستر اللي واحد دي بروبلام انورم، الارشيف دوه الارشيف تاع الكاداستر دوه كل الفرنسيين، والان احنا بتعاود تمسح كل الاراضي، وتعرف هذه الرشدي ولا العلي، يعني تطلب عمل كبير وكبير 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 جدا. حتى السوسول يعني حتى السوسول مشروع مترو الجزائر عانى كثير في اكثر من 20 سنه بسبب هذا. على ذكر تركيا، تقي في المده الاخيره منذ شهرين تركيا اشترت من احد الخواص في لبنان 750 الف كارت بوستال تخص العهد العثماني وكذا. يكلمني الاخ اللبناني يقول لي تقريبا 25 او 30% من هذا المجموعه تخص الجزائر، مدينه وهران، مدينه قسنطينه، العاصمه، كلفتهم مليون. يعني لحد الان مازالوا يقتنيوا هذه الامور، يقتنيوا هذا الامور، كلفتهم مليون دولار. وقال السعر هنا شيء ثانوي، انا بالنسبه لي الارشيف شيء ثانوي السعر. ما افتح قوسنا سي حميد، وسؤال ايضا موجه لك يتعلق بالاهتمام الكبير للولايات المتحده ومكتبه الكونغرس اللي هي اكبر مكتبه في العالم بالكيلومترات الرفوف تاعها، بالصالون الدولي للكتاب في الجزائر الذي تشرفون عليه. كل سنه عملية اقتناء الكتب من الصالون من طرف السفارة الأمريكية وأخذها لمكتبة الكونغرس كبير جدا، هل هناك رقم تقدر تعطيه لنا سي حميد حول الاقتناء؟ والله ما عنديش الرقم بالضبط، ولكن ولا مرة ولا صالون تأخرت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لشراء كل الإصدارات الجديدة أي مهما كانت اللغة، باللغة العربية، باللغة الفرنسية، باللغة الأمازيغية، كل ما يصدر، كل ما هو جديد إلا ويشتروا كمية تبعث لمكتبة الكونغرس اللي رفوفها تقريبا تساوي الساحل الجزائري 1300 كيلومتر. هذا ما يخص فقط أمريكا، حتى بعض البلدان الخليجية تقوم بهذا العمل، وأخرا انتبهت لهذا الأمر. يقودني سي حميد وأعتذر على مقاطعتك إلى المكتبة الوطنية الجزائرية، هل هناك تواصل اتفاقيات بين المكتبة الوطنية الجزائرية والمكتبة الوطنية بباريس أو في مصر أو في تركيا أو في مختلف المكتبات؟ هو الاتفاقيات موجودة، يعني عندنا اتفاقية مع مكتبة فرنسا، وعندنا اتفاقية مع مكتبة صربيا، عندنا اتفاقات مع مكتبة الصين. اسكندرية لا؟ اسكندرية نعم، ولكن غير مفعلة، يعني تبادل الكتب بين المكتبات الوطنية في المكتبة الوطنية يعني غير مفعل منذ سنوات. لماذا؟ يعني والله الأسباب عديدة ومتعددة، والمكتبة الوطنية لظروفها، يعني هي الآن المكتبة الوطنية في الجزائر هي ماشي وضعية يعني مريحة وتعمل بالطريقة الجديدة كما تعمل بكل المكتبات في الدول العربية وحتى في الدول الأخرى. يعني المكتبة الوطنية الجزائرية متأخرة كثيرا في جانب الجديد في سير المكتبات الوطنية، معناتها يعني التألية والانيميريزاسيون وهذه المشاريع كلها راهي معطلة في المكتبة الوطنية. في زمن المدير الأسبق كاتب أمين الزاوي يتهم أنه المكتبة حولها إلى فضاء للنشاطات الثقافية بعيد عن وظيفتها الحقيقية. في تصريح للوزير الثقافة
الحالي مدير المكتبة سابقا اللي هو الأستاذ عزيز مهوبي، قال لك بلي رجعنا المكتبة الوطنية لمهمتها الحقيقية اللي هي الأرشفة والبحث العلمي وكذا وكذا. نعم، لكن حديثك ياسر قانا يقول بلي لا هذا نجحنا فيه ولا هذا نجحنا فيه، لا النشاط الثقافي قدرنا نخليه في المكتبة الوطنية ولا المهمة العلمية الموضوعية خليناها في المكتبة. النشاط الثقافي في المكتبات الوطنية هو نشاط خاص بمهام الأساسية للمكتبة الوطنية، لا يمكن للمكتبة الوطنية أن تنظم نشاط يوميا يعني في كل المجالات يعني الثقافية، يعني ممكن تنظم أسبوعيا أو شهريا في مجالات معينة. على كل هذا معطى آخر. ولكن رأى المجهود كبير منذ سنوات لإرجاع المهام الأساسية للمكتبة الوطنية الجزائرية، المهام الأساسية اللي هي كما قلت الحفظ وحفظ التراث وحفظ الكتب، ونعطيك مثال يعني اقتناء الكتب. سنوات ما اقتناش الكتب في المكتبة الوطنية إلا بعد مؤخرا عند عامين بالتعاون مع المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية. يعني لماذا هذا لأن هو ما بين لأن المكتبة الوطنية سنوات. المكتبة الوطنية تعيش أزمة مالية؟ لا، أزمة متعددة الأوجه، يعني نقولها على البلاطو ونقولها بكل يعني شجاعة، وقلتها يعني في يعني مجالات عديده وعلى مستوى اعلام كذا. ازمه تتعلق بالتسيير ام بالعائد المالي؟ ازمه هيكليه وازمه تنظيميه وازمه علاقات عمل داخل المؤسسه المكتبه الوطنيه الجزائريه، اذا لم يلتفت اليها بطريقه يعني جديه وشجاعه رانا يعني ماشيين الى 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 ازمه اكبر من الازمه اللي تعرفها الان المكتبه الوطنيه الجزائريه. الان يعني عمليه يعني تعقيم الكتب هي عمليه يعني الان في المكتبات الوطنيه وصلوا الى درجات متقدمه في امور حديثه جدا. الان هنا مازال نعقموا بطرق يعني قديمه. الان التاليه في المكتبات الوطنيه يعني لو سيستيم انفورماتيك انتيغري تاع شاك بيبيوتيك ناسيونال، في المكتب الوطني الجزائري ما عندناش هذا السيستيم انفورماتيك انتيغري، يعني ما عندنا طرق شويه متاخره جدا، وتاخرنا في هذا المجال، تاخرنا في مجال التسيير العصري للمكتبات الوطنيه على مستوى وطني. نعطيك مثال يعني نظن نعاود فيه، بعض المكتبات العربيه في الخليج جات الجزائر في الثمانينات باش تاخذ تجربتها، وقعدوا عندنا يعني شهور باش ياخذوا تجربه المكتبه الوطنيه الجزائريه لانها تعتبر من اقدم المكتبات الوطنيه. والان ما كاش مجال مقارنه بين المكتبه الوطنيه الجزائريه ومكتبات الوطنيه الموجوده. انا ولد نعقب على الموضوع، ولكن رغم ذلك الحفاظ على التراث الوطني، والمجموعات التراثيه الموجوده في المكتبه الوطنيه راه موجود ومتواصل بجهد كبير وبامكانيات قليله. اللي عاد في الظروف اللي تحدثت عليها خافوا الارشيف الجزائري. نعم ياسر عرف اني اختلف معك في موضوع ان المكتبه الوطنيه يكون فضاء للنقاش. لا، انا اعتقد ان المكتبه الوطنيه هي فضاء للنقاش الثقافي والادبي. نعرف ان وتلقى الايميلات يوميا تقريبا من مكتبه الاسكندريه في مصر، نشاطات يوميه يعني في كل مجالات متعلقه طبعا بالثقافه، مش مجالات اخرى، بالنشر، بالادب، بالفلسفه، لغير ذلك من الامور. اعرف ان مثلا المكتبه الوطنية في سويسرا تقوم كذلك بنشاطات كبيرة، وتعرف أن هذه الجزئية لازم نقولها للمشاهد يا ولكن رشدي. ليس على حساب التسيير طبعًا. لا، أنا متفق معك طبعًا، لازم يكون كتسيير المكتبة الوطنية. الآن نشاطاتها يعني الثقافية والأدبية لا تنقطع تقريبًا. لا يعني لا ولكن باش يصبح المسؤول الأول في المؤسسة يهتم فقط بالجانب يعني هذا البعد هذا التنشيطي والبعد يعني شوف يا استاذ حميدو، لو تسمح لي استاذ حميدو، المكتبه الوطنيه انا في رايي ما تكونش في مكان واحد، لان مكان واحد امنيا ماهوش مليح. لماذا؟ نقول لك علاه. لان الدول العربيه عرفت ازمات كثيره. اول شيء حرق ونهب هي المكتبه الوطنيه في بغداد، حاولوا في القاهره، في ليبيا، في اليمن، كل لا يعودوا الارشيف تاع المدى الاخيره. المكتبه الوطنيه بالنسبه للدوله هي ذاكره الامه. واعتقد انا في رايي لماذا لا تكون يا رشدي للمكتبه الوطنيه فروع في جهويه مثلا حبيت نطرح السؤال اللي قال، هل هذا انتقاد ام انتقاد ذاتي؟
لما نكون لا في انتقاده من رئيس مدير عن المؤسسه الوطنيه للفنون الطبيعيه، عندي الحريه المطلقه في التسيير واتحمل مسؤوليتي ايجابا ام سلبا. احنا دوك هذا انتقاد. هو استاذ حميد لو اسمح لي الاخ رشدي، انا اقول المكتبه الوطنيه ولا المؤسسات الوطنيه ككل انها غير معزوله على كل المؤسسات العامه، يعني مؤسسات تسيير الدوله ككل هي في اطار واحد. يعني المكتبه الوطنيه غير معزوله على التسيير الحكومي وعلى التسيير البرلماني والتسيير المؤسسات الاخرى. الوضع الصعب في كيفيه التسيير هو في رايي وفي كيفيه النظره، كيفيه النظره العامه لتسيير شؤون الدوله والمال العام والشان العام. لكن سؤال محدد اللي طرحه الاستاذ حميد والسيقانة ياسر، انه هل لا تملك اليد الطولة في المؤسسه التي تديرها؟ المؤسسه التي تديرها هل تعتقد انها انك غير قادر على الاحاطه بجميع مشاكلها؟ لا يمكن لاي مدير عام حاليا في المكتب الوطني ان يسيرها بالطريقه التي تكون عندها فائدة سريعة وآنية وتقذف نتائجها في الآن. هنا نقول بأن المؤسسة هذه راهي عايشة أزمة، لازم الدولة أو الحكومة كما اعتنت واهتمت والتفتت للمؤسسات الاقتصادية الموجودة في سنوات تلتفت لهذه المؤسسه. لأنها مؤسسه، لو سمحت لو تبع التحليل تاعك راح يخسر لك الفريق الوطني، المكتبه الوطنيه اذا تجيبوا لها مدرب اجنبي. لا ما هذه سي حميدو، هذه شجاعه مني. انا نتكلم كاين هناك تهميش المكتبه، يعني انا نقول بان الاداره الحاليه في المكتبه الوطنيه لازم يلتفت اليها ويعطوها الامكانيات اللازمه والداعمة للنهوض بالمكتبة الوطنية. على كلنا أيضا أثمن هذه الشجاعة. احنا نبذلوا مجهود كبير للحفاظ على المؤسسة بتعاون كل العاملين داخل المؤسسة والمسؤول الإطارة داخل المؤسسة، ولكن نقول بأن المكتبة الوطنية راهي قائمة موجودة وفيها حتى النشاطات الثقافية. شحال كاين مكتب في المكتبة الوطنية؟ في المكتبة الوطنية حوالي مليونين كتاب، ولكن حافظوا عليهم برك. لا للاسف ولكن روح ابحث في المكتبه الوطنيه الان واعرف هذا الجرد تاع المليون كتاب كيف راه موجود. يعني اعرف داخل المكتبه الوطنيه يعني كيفاش الامور التقنيه والفنيه كيفاش تمشي. عندنا حوالي 370 موظف. كنت تعرف طريقة التوظيف اللي تم في المكتبة الوطنية، تعرف باللي بأن هذا السبة تاع أن الأزمة اللي تعرفها المكتبة الوطنية هو كذلك في طريقة توظيف الناس. هذا هو أهم الأسباب، واحد من الأسباب الأساسية اللي كنت تكلم عليها هو الأزمة الهيكلية الموجودة في تسيير المؤسسات الكل للمجتمع. المؤسسات تتطلب تسيير علمي على أساس نظرة شاملة لتسيير المجتمع. نظرة لي ربما لأنه الأمر قد يقودنا إلى نقاش آخر. أنا والله نوقفك سيدي إذا أسمح لي سي رشدي. سي حميدو ما بقاش معنا الوقت للأسف. الواحد لما ياخذ منصب، معكم لاحترامي لسي قانا، لما ياخذ منصب عنده الحق في الانتقاد مدة سنة، بعد سنة يصبح تسييره. هذه في المؤسسات الاقتصاديه وفي المؤسسات ممكن التجاريه، ولكن في المؤسسات اللي تحافظ على التراث الفكري والثقافي ومؤسسات خاصه واستثنائيه وحيده. المكتب الوطني عندنا مكتبه وحيده في الوطن. انا شخصيا نهنيك ما عندنا سيدي نهنيك ونساندك لان النظره ولوتوكريتيك مليح. عندنا مشروع كبير للرفع من هالشان هذا المكتب الوطني. ميزانيه المكتب الوطني 35 مليار سنتيم. صغيره. هو يقول لك باللي 700 موظف والقضيه بالأجور. انا ايضا من موقعي هذا السياسر قانا اثمن هذه الشجاعه اللي ابديتها في طرحك للمشكل الكبير يتعلق بالمكتبه الوطنيه التي تشرف عليها. شكرا ايضا سي حميد المسعودي الذي يدير واحده من اهم المؤسسات
الثقافية والإنتاجية في الجزائر اللي هي ليناك، اللي راح أيضا هي اللي راح تطبع بعض هذه الوثائق المستعادة من فرنسا. أستاذ علي ذراع شكرا على حضورك الجميل. فيصل مطاوي دائما متألق معنا في الثقافة والناس. شكرا. سنفرد حلقة خاصة بالمكتبة الوطنية وسنضعها على طاولة التشريح بشجاعة ياسر عرفات ومن يفقهون في مشكل المكتبة الوطنية. مشاهدينا الكرام، القوا بالثقافة إلى الشارع يحتضنها الناس. السلام عليكم.